بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. وحين كسود حجرني شرحي كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. درسي هراء وحين كسوت الماني استقبال القبلة إيو وحيابها كرتب ميا، وحين صوت الماني قيامك، وحين صوت الماني صلاة إيو قابب كلوتو كنيو وحي أمرك شيخو وكوب اللعبي. درسي وحين سو قادني الصلاة في السفينة، صلاة اللي قلت كان يدون دشيد. وحين إن شاء الله درسي قادنا ما أنتك بالله بدون بإذن الله تعالى الصلاة في النعال والأمر بها، صلاة كبها إن اللي قلت كذو إيا فرست الله إسفري. مسألة انتهينا بالله بين أولا وحا دين تأه وإلهي سبحانه وتعالى لو قدوانيه وحلدون يا قفك إنه كقاتو أدلة من الكتاب والسنة، إنه كقاتو آيات كقرآن كأ هي سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم وحكسوغا إنه كبكتو كذي وحاسدو كلكسوغا إن آنو كتوكا لبدا دعذبا النبي صلوات ربي وسلام عليه وكسوغا انتهي. لذلك بعلماء ذو حيدا هذان وحبنان قفك إنو كبه سيساق أو حران كتو كذو إجماع بين تلماميان علماء ذو إن أي ككل سيهين إنو كتو كنكرو هدي أيهين كبهاسي كبطاهرة. مساكد ذا جوجلا أما جوجش وناكسني تالو إيانا إن أي مكروه تهي أو آني وناكسنين أي علماء ذو تلماميان سببتو أو حي لبيسا جوجشي تالي بي لبيسا ميش اللي قلتو كان يكبها وميل أن جوجلنين كيبا فضل بضن كيبا سي وناكسن. مذهبتا مذهب الإمام الشافعي إيانا أبضن هاي وحي قبتا إن نزعيقو فضل بضنيه سارستا كبها إن لا سارو وقفك كبل أن كنت كذو إن أفضل بدني هاي أي قبان. وحيلي وكان صلى الله عليه وسلم نبي وحاؤها يقف حافيا مد مكاسلا دستاجا إسقى أو عجعد أحيانا واختيد قيبتود ومنتعلا إسقى أو كبحرنا أحيانا واختيد قيبتود. محوت الماما يا مركا نبي صلى الله عليه وسلم لبدا حال ضدبا إن أي كسوغناتي أو أي مركا كسو أرورتي. وأباح لأمته نبي صلوات ربي وسلامه عليه وحاو أبني أمديسا وفقال وحاويري إذا صلى أحدكم حديقف إذن كمذي أوتو كنيو فليلبس نعليه حدو أو هجشتو كبهيسا أو ليخلعهما أمها إسكبحيو وبين رجليه لبديس اللغود لحدو ذا حدقو ولا يؤذي بهما كبها يانو كدب غيره عدان إساق أهين وددك اللتو كان يأجمع عذا يانو كدب. حديث كأوحين كقاذنين نبي صلوات ربي وسلامه عليه إن أو جواز يبنين أو سميي حرشدي كبها يبحنتو دي أو إسبار بردقاي. علماء أصول الفقه نوحي الأهدان التخيير بين الفعل وتركه ينافي الوجوب. حدي فعل دين تو أي تراهدو أما نصوص تو أي تراهدو وحا هلا سميه أما هلا إسكدايو أو لكلا دورنسيو سمينتي هي إسكدينتي وحاميشا كبحي سواجب نمدي مكا صلاة دا إن كبلغتو كذا نواجب ماها إن لا إسكبحي أنا واجب ماها.
marka takhyiirkaasi wuxuu keenay in ay labaduba bannaan yihiin oo ibaaxa ayuu keenay. wuxuuna nabigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay qofku inaanu ku dhibin kabaha ee dadka ka dambeeya. culimadu waxay yidhaahdaan haddii uu bayna rijlayhi waxaa loola jeedaa labadiisa jilib dhexdooda loola jeedaa, sababtoo ah haddii uu dhigo labada lugood dhexdooda qofka ka dambeeya ee safka dambe waa meeshii uu kusoo sujuudayey inuu dhibsadaana dhici karta. laakiin halka uu markaa cagaha jilbaha dhiganayo haddii uu dhigto isaga unbay dee markaa kabihii ay ku kooban yihiin. keliya waxaa la doonayaa inaan markaa dadkii musalliinta ah muraacaatu lmusalliin in markaa la ilaaliyo. wa akada calayhi asalaatu wassalaam, nabigu sala allahu calayhi wasalam sidoo kale waxa uu adkeeyey fiiha axyaanan, waqtiyada qaybtood ayuu adkeeyey. wuxuu yidhi khaalifu lyahuud, yuhuudda markaa khilaafa oo baal mara oo dhaqankoodii dhaqan ka soo horjeeda sameeya. fa innahum laa yusalluuna, sababtu waa maxay? yuhuuddu kuma tukadaan fii nicaalihim, kabahooda iyaga oo xidhan kuma tukadaan. walaa fii khifaafihim, khufkoodana kuma tukadaan. khufka waxaa la yidhaahdaa waa shay aan sharabaadkana ahayn, maqaar ka samaysan oo ilaa canqowga meelaha soo gaadhaya, si fiicanna lugtii markaa u asturaya. marka waa dhaqan waqtigii carabta ay xidhan jireen bay ahaayeen khufka, ilaa iminkana waa la helaayo waa la xidhaa. marka nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka wuxuu ku tilmaamay in aanay yuhuuddu marka ay tukanayaan ama cibaadaysanayaan aanay kabaha xidhan. lidaalik buu wuxuu yidhi min baab ay almukhaalafa, ha loo xidho khaalifu lyahuud, fa innahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim. xadiidkan culimmada qayb ka midii sixadiisa waxbay ka sheegaan, waxay tilmaamaan in uu la tafaruday oo keli la noqday abi yacla bni shidaad ibni aws, in uu keli la noqday. laakiin rijaalulxadiid iyo ragga sanadka ku takhasusay waxay tilmaamaan inuu thiqo yahay, tafarudkiisaasina aanay wax dhibaata a keenin. wakaana rubama nazacahumaa, nabigu sala allahu calayhi wasalam wakaana wuxuu ahaa rubamaa nazacahumaa mid markaa siiba wakhtiyada qaybtood ama marmar laga yaabo inuu siibo, wahuwa fi salaati, isaga oo salaada ku jira. wakaana wuxuu ahaa rubamaa, waxaaba dhici jirtay nazacahumaa inuu labadii kabood uu iska siibo iska saaro, min qadamayhi lugihiisa uu ka saaro, wahuwa fi salaati, isaga oo markaa salaada ku jira. thumma istamara, kadibna waxa uu sii wadan jiray oo uu kusii socon jiray fii salaatihi, salaadiisa. kamaa qaala abuu saciidin alkhudri, sida uu yidhi saxaabiga abuu saciidin alkhudri, sallaa binaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama daata yowm, rasuulka ilaahay baana tujiyey maalin maalmaha ka mid ah. falamaa kaana, markii uu ahaa fii bacdi salaatihi, salaadiisa dhexdeeda markii uu ku jiray, ayuu khalaca nacalayhi, labadii kabood iska saaray. saxaabadu markaa kabihii bay iyana ku tukanayaan, nabigu salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhina kabihii buu ku tukanayaa, dabadeedna salaadii oo lagu jiro ayuu kabihii iska bixiyey. oo fa wadacahumaa, wuxuu dhigay can yasaarihi, bidixdiisii ayuu dhigay. falamaa ra'a annaas, dadkii markii ay arkeen daalika arrintaa iyo dhacdadaa inuu kabihii iska saaray, khalacuu nicaalahum, iyaguna kabihii ayay iska bixiyeen. falamaa qadaa salaatahu, salaadii markii uu nabigu sallallahu alayhi wasallam dhammaystay oo tukaday, qaala wuxuu ku yidhi maa baalukum, maxaa idinku dhacay oo aad alqaytum nicaalakum, kabaha maxaad u tuurteen, kabaha maxaad isaga bixiseen. dabadeedna waxay yidhaahdeen qaaluu ra'aynaaka, rasuulkii ilaahay oo waxa aanu ku aragnay, alqayta nicaalak, alqayta nacleyk, adiga oo labadaadii kabood iska bixiyey, fa alqaynaa nicaalana, annaguna kabihii baanu iska saarnay. waxay ku tusinaysaa surcad almutaawaca waalmutaabaca lirasuuli sala allahu calayhi wasalam, sida saxaabadu ficilka rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi ay ugu jajabnaayeen markiiba in ay fuliyaan oo ay ku dhaqmaan.
waxay ilaahdeen waxaanu aragnay adiga oo kabihii iska saaray annaguna waanu iska saarnay. فقال نبيكم مركز صلى الله عليه وسلم يقول ربا إنه أتوضيحي أو أموتي سببت أو كبه السقبحي وحيد مركز رسولك صلوات ربي وسلامه عليه إن جبريل جبريل أيا أتاني إيمي جبريل أيا إيمي فأخبرني وحان إيشيغي أن فيها قذرا إن أي مركز قرن أما نجاس إليه كبهاسي حديثك روايات كيسة روايات كمدة أو قال أذن بيت المانتا وحن أو وحي الله إن إليهن أو وفي رواية خبثا انتبه وحيت المامي أن نجاس مركع صلاة قف كنت كان يآن لدونين إن مركع تركي سي يكبيه سي يقفت أو كنت كان يتوانا إن يكتا الله إن مركع كويا لين كبها سببت أدرت أدبان فألقيتهما كبيه مركع إساقا سارا وإساقا توري حدب فإذا جاء أحدكم قف إذن كمذي مركء يماد إلى المسجد مساجدك فلينظر فين عليه ها إيغو لبذي سكابود ها لبذي كابود حلقا أكتلولك الله سارو ها إيغو فإن رأى فيها قذرا حديء مركا وحن كواركو إن أو نجاسي وحكسو استاقي أو كواركو أو قال أذن أو قال خبثا فليمسحهما كبيه مركع للك هكوم مسح كبيه للك هكوم مسح أعيد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أيها النبي صلى الله عليه وسلم للك ودمو حلايك دي مساجد إيو ملو طهارت قاتل ودي هدي نبي وينو فتيمموا صعيدا طيبا أيها الله سبحانه وتعالى عيد أيامك الوطهارة قادنا كبهين وحا طاهرين عيد مركا لقو مسحي أي طاهرين يوهي مركا فليمسحهما همسحو وليصلي فيهما هنكتو كذو ها هنكتو كذو حديثك وحينك قادنا قفك هديه أقاد النجاس مركا لزولين كرو يدو صلاة دي لغوشيرو تسالهان مراقو حرين يهي ايو وحو حسوستي اني نجاسة كتالو صلاة دي ساقو انك بحنينو اسكتوري كرو عمامة دي نجاسة كو حسوستي اسكتوري كرو كوفيدو كو حسوستي مراقو مركا آن هاين دي مريهي صلاة دي كتو كنية دو كتو كنية دينو كبحو مركا مريهي بحيو بي نقو نيسا مركا انو اسكتاري كرو شايقا نجاسة دا أيينو كقاضنين حديثك وكان صلى الله عليه وسلم نبي صدوك لوحوها إذا نزعهما هديبا وكباه إسكسار وضعهما عن يساره بالحديث أيولي جري أرنتا وحالك قاضنيا تكريم إيا كرامين ملكتا لكرامين يو ها إن ملكتا لكرامين يو أيا لك قاضنيا بالحدا أيو نبي صلى الله عليه وسلم أولي جري كباها وكان يقول وحان ورن جري اذا صلى احدكم قف اذن كمذي هدوت كذو فلا يضع يانو دغن نعليه لبدي سكبود عن يمينه مذكتي سيانو دغن ولا عن يساره بذحذن يانو دغن وغورما ومرك جماعه ولتكنيو او لبدي دينع لغا خيغو لبدي دينع مرك لغا خيغو وي أو فتكون أي نقطة عن يمين غيره مدك تقف كله ها مرك هذا تقول بدح هذا نكتيد تقف كي كوجح جي مدك بيقطعه استجيب مرك مدك تيسي مرك عربي بيسا إلا الله يكون إن آن نقن موي عن يساره أحد قفنا آن بدح ذا مرك كتشوجن وليضعهما هنا ديقول لبذا كبود بين رجليه لبذي سلوا دحدودا باب كانوا حينك قاضنين أولا مي بنانتا هاي اللي قلتو كذا كبها ها صلاة ويكو أن صحيسا سببتو أن نبقى صلوات ربي وسلامه عليه فعل كيسي إيا قول كيسي با ويقصب ناتي إنو كتو كذا صحابة دانا ومركا هذا الأهان يري هل قلتو كذا سيدا إنو حديثتي كسو مرني مسألة اللي بعد إنو كقاضنين وحوية حكمك إن كبلغت كذا محون قنيا حكمك علماء وحكمت المامين استحباب إنو يحي سنة إنو سنة يحي وقفك ما دام أي كالسقنات النبي صلوات ربي وسلامه عليه كتوك شذوذا إنو سنة أهان إساو سنة نولين يأو كتوكا كرو
waliba waqtiyada safarka la yahay oo kabaha bixintoodu ay adag tahay ama tusaale ahaan qofku dee uu shaqo adag ku jiro kabihiisuna nadiif u yihiin oo degdeg intuu tukado uu shaqadii dib ugu noqonayo wax dhibaata ma lahe, waa istixbaab, waa sunna weeye. daliilkana xadiidkii tilmaamaya khaalifu lyahuuda ayaa u daliila. masalada saddexaad, shuruud miyay jirtaa kabaha inaan ku tukado ku xidhan? haa, waxay leedahay laba shardi. shardiga koowaad, inaad kabaha ku tukatid, awalan kabahaasi waa inay daahir yihiin, waa inay daahir yihiin. haa, shardiga koowaad waxa weeye allaa yakuuna fi nacleyni khabath, haddii najaasa ku taallo oo aanay daahir ahayn waxa weeye laguma tukanayo. shardiga labaadna waxa weeye inaanay waxyeello kabahaasi keenayn. waxyeellada waxay noqon kartaa masaajid goglan, dee kabaha inaad la soo gashid masaajidkii baad ku waxyeelaysaa, in dad musalliin ah tusaale ahaan kabahaagu ay dhibayaan oo aad ku istaagaysid ama dee yana dhibay noqonaysaa, marka inaanay waxyeello keenin. waxaan u daliilay xadiidkii nabiga sallallahu alayhi wasallam ee ahaa laa darara walaa diraar, xadiidka ayaa u daliil ah. marka meelaha mafruushka ah iyo meelaha gogashu taallo iyo in marka qofku uu kaba la soo galo lama rabo. qofku xaggee buu dhigayaa kabihiisa? waxaynu tilmaanay bidixda ayuu dhigayaa haddii markaa cid kale aanay la tukanayn oo markaa safka kula jirin. haddii salaada isagoo ku jira uu ku baraarugo in markaa ay wax leeyihiin kabihii iyana inuu saaro, way u bannaan tahay inuu tilmaanay. baabka xiga waxa weeye as-salaatu calaa al-minbar, salaada lagu tukado minbarka ama meel sarreysa, qofku si uu cid kale wax u baro uu ugu tukado minbarka. nabiga sallallahu calayhi wasallam fii awali al-amri wax minbara muu lahayn bilowgii. nabigu sallallahu calayhi wasallam wax minbara muu lahayn, wuxuu la sinaa dadka musalliinta ah marka uu khudbadaynayo iyo marka uu markaa wacdinayaba. waqti dhexe ayaa waxaa la tilmaamaa nin saxaabiya oo la odhan jiray Maymuun, ahaana najaarkii magaalada Madiina, inuu nabiga sallallahu calayhi wasallam u yimi, dabadeedna uu kula taliyo yidhi, yaa rasuulallaahi, dad badan oo xagga dambe jooga si fiican kuuma arkayaan marka aad khudbadaynaysid, haddaan kuu samayn lahaa minbar? nabigu sallallahu calayhi wasallam wuu ogolaaday, wuu aqbalay. ninkaasi wuxuu soo sameeyey minbar ka kooban saddex jaranjaro, minbar ka kooban ayuu soo sameeyey. nabigu sallallahu calayhi wasallam uma sheegin, uma odhan minbarkaygu waa inuu geedkaa ka samaysnaadaa, waa inuu intaasoo jaranjaro yeeshaa, midna ma odhan. lidaalik dadka adkaynaya oo leh minbarku waa inaanu saddex jaranjaro ka badan, arintaasi sax ma aha. dabadeedna nabiga sallallahu calayhi wasallam fatradiisii ilaa geeridiisii minbarkaasa la isticmaalayay. fatradii cumar khulafaa raashiduun oo dhan minbarka ayaa la isticmaalayay. waqtigii Marwaan ibn al-Xakam uu waaliga ka ahaa magaalada Madiina ayaa minbarkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu kordhiyay sanadii 656-kii bay ahayd. waqtiga ayuu kordhiyey, wuxuu ka dhigay 9 jaranjaro ayuu ka dhigay, si aanu nabiga sallallahu calayhi wasallam minbarkiisii markaa wax uga bedelin, jaranjarooyinka kale wuxuu kaga daray xagga hoose oo kuwii sare muu taaban. in badan baa minbarkaasi sidaa u shaqaynayay, ilaa 5 jeer ayaa minbarkii iyo masaajidka dab qabsaday oo dib loo cusboonaysiiyey oo minbar cusub la keenay. iminka minbarkan yaalla nabiga masaajidkiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee alminbar annabawi la yidhaahdo waxaa la sameeyey sanadii 988-kii hijriyada, waxaana cuhmaniyiintii nin muraada la odhan jiray oo markaa cuhmaniyiinta raggii umarada u ahaa ayaa sameeyey minbarka. iminka la isticmaalo markaa waa minbarka noocaas, minbarkii nabigu sallallahu calayhi wasallam uu fuuli jiray, waxba kama yaalaan hadda. as-salaatu calaa al-minbar, salaada minbarka lagu tukado. wa salla sallallahu calayhi wasallam, nabigu waxa uu ku tukaday calaa al-minbari, minbarka ayuu ku tukaday isaga oo saaran. wa fii riwaayatin,
رواية كلاً وحيت المامسة أنه ذو ثلاث درجات من بركاسينه أها مد مركاس سدح سلان أمتشران شرو ككوباً فقام عليه صلاة قيام كيدي أما استاقي صلاة أيوكو باللابي أو يد أيو صلاة يوكو حردي فكبر الله أكبر بويري وكبر الناس وراه دتكنا يقول كده بتكنا يا النبي صلى الله عليه وسلم سلادي لحدين وهو على المنبر استجوا مركا أولي منبر كي سارا ثم ركع دوادين النبي صلى الله عليه وسلم وركوعي وهو عليه استجوا منبر كي سارا ثم رفع دوادين الركوع ذي أيو كسو كعي فنزل القهقرة النبي صلى الله عليه وسلم كه ديب ديب أيو أسود دقي حتى سجد إلى كسجودي في أصل المنبر منبر كمركا سلكيسي او كسجودي ثم عاد كدبنا منبركي ركعدي لباد اي سيدي وكلا اقول نقضي فصنع وحسميي كما صنع سيدي او سميي في الركعة الاولى ركعدي هوري حتى فرغ الا او مركا كدام ماضي من اخر صلاته صلاة ديسي الى دمات كيدو كدام ماضي ثم اقبل على الناس كدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاتك يوسو جيستي فقال وحان كويري أيها الناس دضوا إني صنعت هذا وحان سيدن أسميي لتأتموا بي سياد مركائي قديتان وآن إمام إذن كن نقضوا ولتعلموا صلاتي إي سيدة صلاة إذا إيقا برتان حديثك وحا أوتلمام يا مركا سيدا قفك إمامك أما قفك وحبرايا وقصمين كروين ومركا بيل سارا وفولوسي جماعة أوردنا أيو أركتو فعل كوصمين أيو يا سيدا وقصمين أيو ها أيا مركا لقا قادنا يا وحكرو حديث كاسي تلمام يا دقاق الصلاة الله سمعيو أما حركات كالصلاة الله سمعيو إذن أذقي أي كينتي إنني سلادة شبينين وإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كربو فوليي مرة هوس بأسود دقيي سلادينا كما شبين سلادنا سلاد مركا لتكن يوفرض عبايا هاي وحكروا لقا قابن يا حديث كان حدي أي كلا سريان قوبت إمام كتكن يو إيو مأمومين تقوبت أي كتكن يان إن إيه نبنان تهي وحدي باتا آني لهين سيدو كلا عكسي تتكلم مع مؤمنين تي هدية يتسأل عن طابق سر كنت كنيان إمام كنا ملهوس كنت كنيا وعينا ويبنانته سوت وحدي ذي مشيران ها وحدي ذي مشيران مرك حديث كان وح أصل أوي هاي قاب كي برست النبي صلى الله عليه وسلم ويلي صلوا كما رأيتموني أصلي صحابة إنه قلت سيف فعل أهان صلاة من بدايتها إلى نهايتها سيد الله سمعيني السترة ووجوبها باب كان يوحى تلماما يا سترة قفك مركا وتكنيو إن لدون يئين وقبات سميستو تضبطني آد بيؤسه لنا ذا آد بيؤسه لذا إن قبات سميستان وقفك سترة ومركا وكتوكذو نبي صلى الله عليه وسلم نقب بيئو أحي إنو سترة سميستو أما مركا قدار أما تير مركا اسكو بيئو أو سيدا كتوكذو وكان صلى الله عليه وسلم نبيه وحوها يقف مدستاقا قريبا من السترة قبات كأوها يستو أما السترة ذاوها يستو ميل كدو أي استاقي جزاك الله خير فكان وحوها صلوات ربي وسلامه عليه فكان بينه وبين الجدار نبيك صلى الله عليه وسلم هل كأوتاقي هاي جدارك سترة مركا أوه وحا أدحيي ثلاثة أدرع سدح ردن أي أدحيي ها وبين موضع سجوده والجدار انت أدحي سهل كأوك سجود أي جدار كان ممر شات ري انت أي مريك ارتوي يعني هل كأوكي قدقى أي كسجود أي جدار كان سترة أوه ري أمبا مريك ارتا هدي آت سترة نيجاتيد سترة دينا آت إسكفو غيسي أو داتكو ماري كاران أو سفكالو غري كارو دي سترة داسي سترة ما نغانيسو وإن هلك آت كسو جوده يسيد مركا سترة دو أي تاين
وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقول مدير هذا لا تصلي هؤتكا إلا إلى سترة قباد إيا سترة إنا أتك تدموية مركا بنان هاي سكتك نديق وان سترة سميسا ولا تدع سدوك لها أوغولان أحدا عدنبا يمر إن أي مرتو بين يديك هرت هذا عد هرت هذا مرئيس أو صلاة دي إيا سترة دي آدقة تي إذن دح مرتا مرنا بها أوغولان أيو رنشري صلوات ربي وسلامه عليه فإن أبا هدي قفك دون يئنو كهر مرا أوديدو إن أوكاتشوك سدو فلتقاتله لدر الأولى دقالوي إسكعيلي قفك كهر مرا هدي او دون يئنو كهر مرا أدقى أوقعنت كتاقي إسكعيلي سببتوا محي فإن معه القرين وحل ماني يا أمر كريحي وشيطان كيسيوي وشيطان وحوي وحريحي سبت وقفت كنيا قفك حوق دون يلوكه ورمرو مركا وحبا كل مان ويقول وحوك لو رنشري النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم قف إذن كم ذي هدي أتكذو إلى سترة سترة يا مركا قباد أوصميستي فليدن منها هكدوادو لا يقطع الشيطان سئان أتشري شيطانك عليه صلاته سلادي سئان أتشري ها شيطان كسيان سلادي سوتشرين مركا وا 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 كناية لتلمام أيو قف كان دي حوجة كومرية إنه عمل شيطان سمايني عمل شيطان إنه سمايني عمل شيطان بكل ما يهو حريحية وشيطان يهي وكان وحوها أحيانا وقت يد قيبتون لفظي أحيانا ماشى مناسب كمو أهين سببته أو حكدا بيس يتحرى متكود دلالة مرهدي دلال تشيرو دجال وح لغوص مية وح شوكتين لغوص مية أحياناً وح لغوص مية دجال ما مقلوي وكان وحها صلى الله عليه وسلم أحياناً مر مركا قيبتو دي تحرى ميد كد دالة الصلاة إن أو مركا كتو كدو عند الأسطوانة تيركا مركا مساجدك مسجد النبوي انت آن توسعاتك إيا بلارين تدنبال لغوص مية تيروين أو دحذا أبو لها watirki lugu xiri jiray dadkii marka maxabiista ahaa iyo tiir wuxuu aha weyn ila imminkana waa uu ka calaamadsan yahay hoos inaba uu qofka taga uu arki karaa tiirkaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam inta badan uu marka ku tukan jiray oo marka sutra uu ahaan jiray allati fi masjidihi tiirkaas oo marka masajidkiisa ku yaala wa kana wuxuu aha ida salla nabiga sallallahu alayhi wasallam hadii uu ku tukado fi fada'in ميل بنان ومركا آن بسمع هين ليس فيه شيء آن وحب أولين تير لغتو كذو أما شيء كلاو اللي صردق آن أولين وحو السمعين شري ليس فيه شيء آن وحب أولين يستطر به ومركا قباد كدكتو غرز وحو مركا كمودي شري بين يديه هرتيسة حربة مرشن أما مركا وران ير أي هرتي سكون مودي شري فصلى إليه كأي حقي سأوت كن شري أو مركا سترى وأهان شري ها والناس وراءه دتكون مركا أي كدم بيا حديث كاسو حت المامية حتى مال بنانا مركا أتشوكتي عدك هرم المرا يسابع أنا يشرين ولي سترى دي إن لو بهن يقفك إنه سترى سما يستو لو بهن يهي وأحيانا مركا غيبتودنا كان وحوها رسولك صلى الله عليه وسلم يعرض مد قدبا راحلته دا بدأ مركا سارنيهي فيصلي إليها حقه دا أتكدو دا بدي سيقود بيشري وأتكن شري راحلة علماء غيبتودوا حيكوفا السرين إني تهي كوريه إيو مركا أولا ديقا إيو ماشا وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل تاسنا وحايد تهي إن خلاف يعني وحي كدو وانتهي الصلاة إن لقدت كذو في أعطان الإبل سبضة قيلة أما ميلها قيل فريستو وقيلة أنت بدن مركة الله صورة بيو وعكين يهي ماشي وفريستو وآن دي حردي عادي هين وهلكا كسالو دو إن لقدت كذو نهي بأي إساي كسو عروري
marka taa way ka duwan tahay maadaama uu daabad sheegay raaxiladii sheegay يعني لما ميد أها هل كيو مركا جيلو فري سنة يي فإنه نهى عنها نبي صلى الله عليه وسلم نهى وودي دي إن مركا ماشى حوله فري سنة ما جيلو فري ستو إن لو قلت كذو وأحيانا مر مركا غيبت نوحوا أها رسولك صلوات ربي وسلام عليه كان يأخذ وحاو قادن شري الرحلة ها كوريه شيغا ومركا اسكيحيو دا بدا يجاديد كوسارين يكدر فريستو شيغا يوسو قادني اما هيريده اما كورده اما وحي نفت لساري فيعدله دا بدا نو هجاشيني وتوسيني وديريني فيصلي الى اخرته حقي سدم بايو مركا اوتوكني شيغي مركا اوردغو ايو كدبا توكني او شيغي مركا اوسوتركا ديغني وكان وحوها يقول مديد أهدى صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم حدي قف إذن كمدي أوردغو بين يديه هرتيس حدي قف إذن كمدي دغو مثل مؤخرة الرحل وحلمت أه قيب تدنب إمركا كورها أما هيريدا قيب تدنب فليصلي هؤتك ذلنكا ولا يبالي وحب مركايان يعني مبالات يعني قصة مجانو يعني كفكرين أو أنو دناين من مرة وراء ذلك عدي مرتا مركا سترادي قصة ما يستي دبدي هذا سترادي قصة ما يستي أنتي كسو كيسة أو مركا إستي سترادا ولا حيسة تتكوك علنيا وحين سترادا كش شيء مركا مدناين يقفكو أو حوي ويكبح سنتهاي أنتي وكنتو كناي واي وصلى نبي صلى الله عليه وسلم وحوت كذي مرة مر أيوه حوت كذي إلى شجرة جد مركا جد وحو كدكتي سترة أيو كدكتي وكان وحوها صلى الله عليه وسلم أحيانا وقت يد قيبتود يصلي مدؤت كذا إلى السرير سرير تأيو مركا سترة كدكين شري وعائشة رضي الله عنها عائشنا مضطجعة عليه يدعو سرير تمركا دول تشيفتا تحت قطيفتها مركا قطيفتها دي اما قوشي دي كوهوز جرتوي هل قاو حين كل غادنا هنا نبي صلى الله عليه وسلم انا نسترى لعان تكنشري انو سترى دا آدو قد دالي شري ميزان وين اي اكتسا كلاحيد وحين كل غادنا هنا سترى دي حتى هدي اي تهي سرير قف كوهردو إنه سترن وقنيسو أينك غاضنينا وكان وحوها صلى الله عليه وسلم نبيه لا يدع شيئا مدآن أقلان شيئا أقلان يمر إنو مرو بينه وبين السترة إساقا إيا سترة لحذودا شيئا إنو مرو مو أقلان شرين فقد كان وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي متكنا يا أيوها إذ جاءت وحاتمي شات رئياتمي تسعى بين يديه يدعو دون سين هرمرتو ماها بن آدمك وربا دون سين هرمرتو ها فساعها دو النبي صلى الله عليه وسلم ولبرتمي أو هلكي سترضى أيو مركا كوليري أو دغاغي حقيدي حتى ألزق إلا كل شيء بطنه على شيسة بالحائط قدرك إلا كل شيء ومرت وحودي دي مركا ردويني هرمرتو دو بدنا سترضي اللي نريدي قعانتو حلقية وانا نيقبالين سترضي بمركا حقيدي كل دغاغي إلا مركا على شيسة قدر كل شيء ومرت وراءه مركا سيدة بدي سمرتك القاو حين قادنا هنا حتى حوله إن أنا يكهر مرين ومركا عاد علني سدوي وصلى وحوت كذا صلى الله عليه وسلم نبيه صلاة مكتوبة صلاة فر الأهيوت كذا فضم يده دبذ نجع أنتي سي أيو مركا سدا أدوبي فلما صلى مركي وصلادي تكذر لما يستي أيا قالوا صحابة وحي الأهدين يا رسول الله رسولك إله يو أحدث في الصلاة شيء صلاة موحبا كل حدعي صلاة انتي آد كجرتي سيدن بات سميسي محا دعي حيكو تسينيسا
حرصهم على طلب العلم والاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون ذلك علمي قد دلب كيساء النبي إن كفعي ديستان دابا نوح إلى رسول كإله وقعنتنا تسدن تيري صلاة دحر إذا محاد عي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيد الله ما يوحو ما يدعين إلا أن الشيطان شيطان با وحدوني شيطان با أراد وحدوني أن يمر إن أمره بين يدي حرت إذا إن أمره فخنقته دبديت نوان عيشي وعنها أيان كلغي حتى وجدت إلا أن هلي ودريمي برد لسانه عرب كيسة قبو كيسي ما كل عيشي وعرب كسور ذي وقعان تيسة أي نبي صلى الله عليه وسلم أي حتى وجدت إلا أن هلي وأن دريمي برد لسانه قبو عرب كيسة على يدي كعنت إذا عن كدر يمي على يدي كعنت إذا عن كدر يمي ده بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حوت المام يا إنه صحابة أقولان لها إنه جدارك أوحى رامع ودين تيرك أوصل حرا شيطانك لكن سبب تودي ديبوت المام يا وحده أيام الله إلهي بان كل أختي لولا ما سبقني إليه هداني تشير لهين وحى وإيجوري أخي سليمان ولالكي نبي سليمان لارتبط وحلق حري لها شيطانك إلى سارية من سوار المسجد ها مساجدك ساريوين كيسي يمركا لنعيدي سيمتك مدعيا لقو حري لها حتى يطيف به إلا أيكم يا رئيستان وكوريغان ولدان أهل المدينة إنما ضيئوا إلى شمكار هير مدينة أي أركان أو شيطانك وألقى كحران أركان لكن سببتوا محي النبي سليمان إلهي سبحانه وتعالى مركي بريء وحيدي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إلهي وحد السيسا بقرتويو إي أود مركا عد إقدام بيسان أصوبا أود وحاكم دهيد إن إلهي سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص إلهي سبحانه وتعالى وحيابه أسهل لي شياطين تحكم تحيد أو مركا وأديقي سي أو مركا نبي سليمان وخدميني سي مركا شياطين تي نبي صلى الله عليه وسلم وأركي وقبتي كعنتو كقبتي لكن أحويلي وحان أسي دايي سي آن نبي سليمان دعادي ساس آن مركا آن قل ليحتو هذا فمن استطاع قفك أودا ألا يحول بينه إن أنا دحمر إسقئي وبين القبلة قبلة أحد عدنا فليفعل سمعي قبلة مكة وحلو قلت شيء ذا وستر ذي سببتها قبلة كعبة ويفكتها لما أردن كر إلى كعبة عذما مريكرته لكن وحلو قلت شيء ذا هل كأوتو كان يؤو ستر ذا إذا هدا إن أنا دحمر قفك إسكعلين كره كعلين كردتك إن إمران هسمعي وي وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا إذا صلى أحدكم هديء قف إذن كمدي أتكذو إلى شيء يستره شيء مكا كأستري من الناس ذاتك فأراد أودونه أحد قف أن يجتاز بين يديه إنه هرمر أودونه فليدفع في نحره لونتي سمركا قفك هعليو هالريح ليدرأ هعليو ما استطاع أنتو أودو هدي وودي وايو ده وودي سكب أحسن تاعي لكن أنتوا أودوا هعلي وي وفي رواية حديث كرواية كلولي هي وحط الماما يا فليمنعه هوديده مرتين إلا بشر فإن أبا هديه ولا بدأ شر قف هوديده إنه هر مرة موية فليقاتله هلا ديره فإنما هو شيطان وشيطانه ها وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقول مدي هذا لو يعلم انت اهرب حن صوت الماني قفك سترد سمايستي ان اعليو عدي سترد اي اسغ دخمريسي وحن صوت الماني ان النبي صلى الله عليه وسلم كدالاي ان ستر سمايستو اي ان صوت الماني قفك هدب اسغ قفتو كان يهر مريا حكمك سمحو نقنيا وحن النبي صلى الله عليه وسلم يري لو يعلم هدي اوغيهي المار قفك مريا بين يدي المصلي
قف كهر مريا قف تكن يهدو أغان لها ماذا عليه وحدشي سسارا أو دنبيا لكان وحا أهان لهيد أن يقف إنو تاقنادو 40 أفرتن أيا خيرا له أغا خير بدنان لهيد من أن يمر بين يديه إنو مركا هر مرا قف كتكن يه 40 كاسي ما 40 سنة با ما 40 يوما با ما لما قرن يوم waxaa looga tagayaa marka sida uu Nabigu (saw) uu tilmaamay waxa qofka haduu ogaan lahaa qofka hormaray qof tukanaya waxa uga khayr badnaan lahayd oo uga fududaan lahayd afartan inuu taagnaado inuu qof hormaro afartan ka marka wuxuu yahay garan mayno saasaynu kaga tageyna baabkan marka aan soo dhameynay waxaanu soo tilmaanay sutradu in ay lagama maarmaan tahay qofka musalliga ah ee tukanaya إنه مركع خر دكتو أو ماشي وكتو كان يجينو دكتو كنا دو هذا سترة ذا وحنو كلو كقاعدنا هنا حكمة ذا سترة ذا لو سمي علماء ذو حيت المعمان إن أي تحي قفك ماشي وإيجي يا وهل كو كوس جود يوم النظر إلى موضع السجود سئان ماشي وكوس جود وإيجي أن لو كلا دحمرين وعيد ودحمرين لكن مسألة المام يسا إن قفك أو تشيستو هلك أو كسو تشودة يو أو آنو كتشيسن مسألة دليل حوغن مالها مسألة سي دليل حوغن مالها أحاديث تكسو أرورتي إلا تلمامي حديث درجة ديسو صحاء قادي مجهرو بل حديث كي أينو هذا سوء تلمامي إنه النبي صلى الله عليه وسلم من بركفولة يي تي صحابته من بركة وسارية ويأجيان سيدا وصمين أيوه هدي أي مالها هي كل سجودة يعني أجيان من بركة دينا وصلى الله عليه وسلم وسارية ما أكن معنى ما يسمى يسين من بركة وسارية إن بدن وحديثته وحين أرجع النبي صلى الله عليه وسلم صحابته أو تلمام أيان سلاة الرحلة وح كل سمية قف روستي سأجيان ميو أرك كرائمان وح سمية ما يا مركا إن حاجة إيه ماذا قفك وحال الربا هلك وقوة ناكسن إيه خشوع دي سوء قبة دانتهاي إلا صلاة وحالك ربا إنو خشوعه هدي خشوع دينا هوس إيه كتيد أي كوغو سما يسمى يسوء أمركا خشوع دي كوغو ناكسن آن يسوء هوس إيه هدي آن إيه كوغو ناكسن آن إنو أدهر تاد إيه جيسي دي مالها لكن أدي وحالك ربا خشوع دا نظر كأي إيه ماذا واحد دليل أو كسو أروري واحد شراء أو كلية لبا دليل دليل كوباد وحا وي النبي صلى الله عليه وسلم انه تلمامي قفكم مركه التحيات سنيو ماشي ويغي فرتيس اني تحي النظر الى الاصبع في حال التشهد تاوي سو ارورتي وحا كلو سو اروري قفك ان لديدي انو كور ايغو صلاه مركو كجيرو مركا قفكا انو كور ايغو نهي با كسو اروري انو كور ايغو صلاه مركو توكنيو لكن انت كلا واحد باتا ملها مسألة كلا يلقى قادنا يوحا ويهي ان انت اوضح حيس قفك ماشي او سترة كالكتاي اي قفك سدح ذراع سدح بردون او كلا ان اي نقون كارتو ان مدح ماشي اوضح يكسو جودة يو اي سترة دانا ري انت اي ماري كارتو ان اي نقون ايسو ان مسألة أفراد وأن تلمامينا وحوية حكم كسترة إن لا سميستو أهل العلم ومحيكي لهذين حنفية وحاية تلمامين إن يتهي مستحب أما أي سنة هاي قفك إنو مكا سترة سميستو مالك يدو وحاية تلمامين إذا لفتو دين سنة هاي إمام كأي سنة وتهي إي قفك كليتو كنية ومنفرد كأه شافعية سيدوك للسنة يكون تلمامين حنابلدنا إيانا مستحب يكون تلمامين مذاهب توعداني وحي تلمامي السنة تهي يعني واجب آني أهين آيه تلمامي وآيه حدما ما يقطع الصلاة بابك كوحيقة وحوي صلاة وحيابها الشراء وحجراء سترة ما ينكسوا خاطلني ستروينكا وحيابها دي أي مران قفك سلا ديسي أي شرايسو أي أي نشرا وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقول مذي لهذا يقطع وحا شرا
صلاة الرجل صلاة قفك إذا لم يكن بينه هدي آني شرين إساق إيو كآخرة الرحل إساق إيو مركا هلك أو كسو جود أيو أما ستراديسة هدي آني أهين وحلمد أهك آخرة الرحل كوري هي حقي صدام وحل أك هدانو سترا كدغن وحد شرى صلاة ديسة المرأة هاويني كور مرتو صلاة دي وي وي غو عيسى ان شيخو عقود راي الحائض مركا غبدا حائض كلي لبا تفسير با ولا بخيي غبدا مركا دي غلنا وا 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 لو تلمامي غبدا غادي قان غاد ان دي غي هشه غادينا وا لو تلمامي والحمار دمر هدو كور مر سيده كلي صلاه اي جريسا والكلب الاسود أي جمدو هدي أو كهر مرأسنا صلاة أيو شريعة سدح ذا الرمون أي حديث كاسي أوت المامي علم ذا جمهور تودو كما فسران إن صلاة وحد شريعة إلا لشيء ذا صلاة سين بريس أمرك قفكين ودبوت كذا لبهاي وحي كف سران إن صلاة أشر كذي أي أو جو أيو أشر كذي ونسقامي أي كف سران ها مركا صلاة إن قابك إن لقى إلى علي سدح داوي إمام الحافظ وحوت المام يا كتاب كيسة الدراية في تخريج حديث الحداية وحوت المام يا حديث لا يقطع صلاة المرء شيء وادرأوا ما استطعتم صلاة قفك مركا وتكن أيو وحشر يا متشران مركا أي هور مران لكن إسكي عليا وحيدن هور مري أنت أدو ذيسان حديث نوع سأيوت المامية لكن حديث كعلم بدني وضعيفيان أو ضعيف في كت المامان سدح ذن شيئين وشيئني هوين إذا إيو دميركا إيو أيجا لبدا كلا أدلة كلا وحشرة المامية اتسالهان وحن سومرنا عائشة رضي الله عنها وارضاها والنبي صلى الله عليه وسلم اتوكنا ايضنا اي سريرتي سارنتهي اسنؤو حقي اذي سريرتي اتوكنا اي نسومرنا علماء بدن وحي الى هذين دي مريتانكي وابي هورتشيفتها با مرتي هورتشيفتو سيبايتن ودعي ودعي كرتاي لوران كراه ويني هذين مرتي سلا دي ويقو ايسا علماء هذا الكاء تلماما أنس بن مالك وحكاله اسنا تلماما يا حديثين ومالين النبي صلى الله عليه وسلم أوتوكنا يا ودمير لصو هور مري دبا ذاتنا وميشا كسو حدي ومركا صلاة دي صوغة لي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة دي آن وكبحين إنك استوى علماء دليهين دي أنس ما تلمامين ما السترة دي النبي صلى الله عليه وسلم هور تيدو مري مس السترة دي دبا دي أيو دمير كلا مري ما عدا لكن أي جمدو مريتان كيسة إن الصلاة وحيلة يسقى وحشكيكم أشران لبعضن كلا علماء ذوي كهذلان لكن أي جمدو إن ومركع هور مريسيسو أي دبل هذاين قال أبو ذر بمركع وحيلة قلت وحنكيري وحنري يا رسول الله رسول كيله يوم ما بال الأسود من الأحمر أي جمدو إي أي جعس محيك كل دوين ها أيجن مذو محوك قدوني هاي أيج عسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيدي الكلب الأسود أيجن مذو شيطان وشيطان وي ها أيجن مذو وشيطان أي النبي صلى الله عليه وسلم تلمامي مرك حديث كسوح تلمامي يا إن صدق ذا لا إسكا إلى ليه رمردو ذا إن لا إسكا إلى ليه أي مريا المرأة مرك للي هاي قبل يريدكم تشرتو قبل ينقانقار كهين لما تلمامي وقفوين أي الله تلمامي علماء قيبتو ذا الحائض وقوان كدري أو حي تلمامي قبل مرك حيث كالي ذا يكلي هل كبح كبحي قبل طاهر كهين أي كبحي سوي marka qofka in waxyaabahaas xadiidku tilmaamay oo iska ilaaliyo ayaa loo baahan yahay horumaristooda si marka salaadiisi ajarkeeda insha Allah uu dhameystirmo oo salaadi aanay waxyeelo uga soo gaarin as-salatu tijaha al-qabr salaada loo tukado dhanka marka xabaalaha in lagu tukado
iyo in loo tukado xabaalaha wax salaada kadib loo ogol yahay in lagu tukado waa salaatul janaaza oo qofkii meydka ahaa markaa lagu tukanayay. Nabigu sallallahu calayhi wasallam in badan wuxuu ka digay in markaa meel qabri kaaxigo salaad loo tukado ayuu ka digay. وكان وحوها صلى الله عليه وسلم ينهى مد مكان هي أوديدا عن الصلاة صلاة تجاه القبر قبر لنعيس لو تكدو نبي صلى الله عليه وسلم وحونا هين شري أوديد شري صلاة قبر كاحيقو مكان لو تكدو فيقول وحونا ورن شري لا تصلوا هو تكنين إلى القبور حبالها دنكو ذا هو تكنين ولا تجلسوا عليها حواشنا هكود الفريسانين حديث كاس وحوة المامية نبي صلى الله عليه وسلم سيدا حبالها وقيمين يي ومركا ان لغو فريستو وام لغو استاغو ان لغو قولين سيدا كلنا صلاة اي مركا حبال ان اي كل مكرين هذه اي دعضو ومسجد لغا ديسو ميل حبالي كتالو هذه مسجد لغا ديسو labada ka dambeeya la doonayaa in la burburiyo hadii masjidku uu xabaasha meesha ugu yimi oo laga dul dhisay masaajidku dumin weey hadii masjidka oo dhisan qof uu yiraahdo aniga masjidka halay ugu dhex xabaalo oo halka lagu aaso xabaasha la doonayaa in la soo saaro oo meel kale la geeyo laakiin marnaba ma kulmi karaan xabaasha iyo goobta lagu tukanayo ma kulmi karaan lidalik baa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu oran jiray سلادة سنة قريها كتو كذا حكال ديجينا قريهنا قبور محالو قلت شيدا قبور تي حباشة دي لغمتو كذا قريه سلادة سنة هاي سي فضلي يواناقي يباركادي قريه وهلو سلادة سنة قريها الله دوان ومرتا قريه كتو كو أيو نبي صلى الله عليه وسلم تلمامي قوب سلادة أو إله لغو عابد مكاين لغفو قيوي وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا إن مكا حبالي وحاسودا لقفوك يووي إن شاء الله إنها أي نكسوك بينا ما تدرسينا درسي قدام بوحين كبلا بدوننا نيدي إيو تكبيرة الإحرام أو صلاة بين ودحق لدوننا إن شاء الله وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحسؤاله فضل خفينك سيدو دبا سيدي آن هراء تلماني خفك وحالي إله دا شيء مقارك سميسا لكن أسطوري إلى هلكن عنقوك ميلها أسطوري دير أيا إله دا حدي كبه آد حرانتهاي أيهين كبه دا دير أو إلى إنت أسطوري بوسكي خفك علماء معاصرين توحي إله دا ويقلي كران بوسكي خفك ها ويقلي كران لكن محال لقارها بقى أولا إن آد كباها كوكلي سيد أدقو ويساق أبو طهارة كامل قبا مركة هوري آد قليل يسيد وآد نيسان يسيد وحال لقارها بقى على طهارة كاملة أدقو طهارة لما يستران أي آد مركة كوكلي نيسا إنت آد مسيحي كرتيدنا قفك مقيم كأهي تشوغا يوم وليلة هبين إيه مالين بلو قليه قفك مسافر كان سدح مع المودية سدح ذو ذهبين أي اللو أقوليه لك قفك بلمد يا مشروعات ذي بلمد يا سمين ها ها بيانا لك جبتو مركة ويسد أين بطي يقوم بعد صحيح انت ويسد انت كلوات صوصة ما ينسا مركة لك تلقارو ومبعد يقدو شين كما سحيسا ها والله سمين كلا وقتك الشقة ذا إيه وقتك ذا إيه عدكت حي والله سمين كلا المسح ها ذات بضم بالحوار ان لك هلا قاضو حكفي عن ان اسكو قاد وانا تكلا سارين
وقتي عاد شربات كي كبتها عاد قليل على طهارة هن قدو أذو كبها حاجة حيران أيات كبها حاجة دوشة مسحيسة وين كوي فلانتا لكن كبتو وين تا كب دير وأنا كهوسين تنتي ها لغو تلاقي ها وين أنا كهوسين أي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.